طبعا اليوم جيت بعد فترة شفتهم مسكرين الطريق هذاك وفاتحين الطريق من هنا. هذا طريق رمضان والحج فتحوا وسكروا هذاك الأساسي. طبعا بسوا مشاريع كذا. يعني الصدق إني بصارحكم شيء بس بدون انتقاد بدون تعليق سيء. تخيلوا شفت حلم. أنا لي فترة عن الحرم نسيت أجي الحرم. تمام شفت حلم. في الحلم كان في مؤتمرين جايين ما أدري من وين عشان شيء معين. أوكي هذا الشيء أنا أبغاه. فأنا كأنه في الحلم كذا جاني لحظة إدراك. أوه واو يعني أنا موجودة في مكة والحرم عندي وهذولا جايين من ما أدري وين عشان ذا الشيء. فقررت قلت خلاص يعني الحلم طبعا يجي كإشارة كتنبيه كتذكير. فهذا الحلم جاني كتذكير انت تبي الشيء هذا روح الحرم. فبس والله قررت خلني اصور لكم الحجاج. طبعا كذا صرنا في الطلعة حقتنا خلاص كذا. كان في كذا مدخل بعدين طلعونا على نفس الطريقة القديم هذه الطلعة. طبعا هنا تقريبا جهة جبل الكعبة على قدام جهة الشبيكة. يعني زمان كان اسمها زي كذا. ف يعني خلاص ما عادت موجودة هذه المناطق. راح أتوجه إلى مدخل المعتمرين أو إلى صحن الطواف. هذا الزحام عند مدخل صحن الطواف. طبعاً هذول الطائفين في الدور الأول. هناك عندكم صحن الطواف بما أنه الصلاة قريبة باقي لها تقريباً 20 دقيقة فراح ننتظر تخلص الصلاة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. شوف الزحمة. لأنه اليوم سبت. تمام؟ أشهد أن لا إله إلا الله
احنا عندكم بعد صلاة العشاء، طبعا صليت المغرب والعشاء، جوا الصلاة خلصت. هنا اجواء الحرم، ساحات الحرم بعد الصلاة طبعا زحام مثل ما انتم شايفين في كل مكان. الصدق الطواف كان مرة زحمة، يعني خلاص دايم مزحوم فهمتوا. بس بجرب انا بجي في يوم كذا بالنهار بالشمس، يعني بشوف كيف الوضع. هذا الطابور الطويل حق المطعم اللي فوق، اتوقع يعني هم يوزعون سبيل، يعني وجبات مجانية اتوقع، يعني تقريبا 90%، لانه سمعت يقول سبيل كذا. تبي توزعين وجبات؟ لا شكرا. اي يوزعون زي ما سمعتوا، قال لي تو قال لي ذا تبي توزعي وجبات كذا.